شحال ما جديد في نادي بزرتي؟ ولا جديد هو تو يعني اشراف سي يوسف على النادي في الوقت هذا، حتى لين النادي يلقى يعني مدرب باش يواصل مع علاش هو نتاع سي يوسف وعلاش فترة زمنية قصيرة أمير؟ والله فترة زمنية قصيرة يعني. احنا سي يوسف هو يعني كي مشينا له قال يعني عبر انه يعني تعب وما يقدرش يعني يدخل الفريق على مدة طويلة، ما بقى هذيك قال يعني نادي متاعه يعني جمعيته ويستحقه يعني، قال يعني على فترة معينة يعني انا لبي النداء الواجب، وما في صورة ما استحقته لي انا موجود في لبي النداء الواجب حتى ولو على 24 ساعة، قال فهمني ما بقى بون فترة طلبت أن يكون يوسف الزواوي. يوسف الزواوي يظهر لي ما فماش اليوم في تونس مدرب بالسي في نتاع يوسف الزواوي، بالمغامرات الدولية اللي احنا تو أول شيونس عندنا قادمين عليها يعني خبرة، والحنكة نتاع سي يوسف يعني مرينا حتى بروفيل يعني باش يقود المرحلة هذه. ما بقى احنا كهيئة ان اذا كان تدبنا ممرن راهو باش يواصل معانا الموسم ولا الموسمين ولا ما ناخذوش مدرب باش نحيو بعد شهر، فهمتني؟ فما يعني اتصالات قمنا بها مع مدربين ومازلنا نقوم باتصالات مع مدربين، المدرب اللي باش يكون واحد مقتنع فيه يعني 100% تنتدبوا للنادي، فهمتني؟ نجم نعرفوا اسامي؟ والله لا سامي ما نجمش نقول لك عليهم، ما احنا يعني طريقة عمل تاعنا في النادي انه التكتم على الاسماء لا لشيء يعني حفاظ يعني على ساعة هيبة وقدر العباد، مش ما نجبدوش ناس ومن بعد ما ناخذوهاش يعني سي سافي مال بور. وبالنسبة لي نحن حتى يعني ما نجبدوش اسامي بعد اليوم يوليو ميدياتيزي واللي يغليو علينا، فهمتني؟ عندنا نوتر فاسون دو جيري لي شوز، فهمتني؟ هكا راهو. والله جديد ديبار تامر كنزاري، وحابين ما نزربوش ناخذ وقتنا باش نلقاو مدرب يتماشى مع طموحاتنا العام الجاي، دونك حاطين طلبنا من سي يوسف الزواوي هو مشكور لبدا، وطلبنا منه باش ياخذ انتريم تاع جمعتين 10 ايام 3 جمعات لو طون اللي احنا نلوجوا على راحتنا وما نبداوش مزروبين، دونك يمشي معانا المروك ان شاء الله هو باش يكون على راس الاطار الفني في ماتش الرجاء ان شاء الله. نفهم من كلامك يعني سي يوسف مؤقت تو، فما اونترونير قاعد يتحكي معاه؟
سيوس طلبنا منه باش يمدد للمساعدة للسيابي، وكل عادة معناها كان الإجابة نتاعو ما ترددش قبل يلي لا جوسكا سكون تخوف ان انترونور، دونك قاعدين نلوجو على الانترونور. سي يوسف قاعد يعاون فينا سو لا فورم دان ديباناج حتى نلقاو انترونور على راحتنا. لي ريكروتمون فماش اسم؟ لي ريكروتمون في ديسمبر تو فماش فترة انتقالات، دونك الانترونور اللي باش يجي باش يعمل ايتا دي ليو يشوف بارابور لي زوبجيكتيف اللي باش يحطوهم واش عندنا واش ما عندناش، وهو يفا فيكسي شنو يلزمنا في ديسمبر ان شاء الله. بالنسبة لميكا سمعنا باش يجي لميكا؟ ايمي كان ميلاف تسكر معناها مهما كانت قيمة اللاعب اللي ما يحبش يقعد في السي بي ما معناها ولا ان دوسي اللي تيجي ادمينستراتيف ما عادش ينجم يحط سقيف. فما جديد في نادي بنزرتي؟ فما جاي فما انا فما كملنا العام ونا غوميرسي الجوارات والعباد الكل على العام اللي عملوه خاطر عملوا عام كبير. بعد لا ديبار دو ماهر، ماهر كان في تري كوند اني معانا جاتو اون بروبوزيسيون على الغالب معناها ان شاء الله ربي يوفقه ويوجهه خير. دونك اليوم يفو غاردي الجروب نتاعنا لازم نبنيو عليه عملناها مناور سورتو كابيتاليزي عملناها مناور يفو فوار كو عملناور معناها اون افي تري كون سيزون ابخا لازم تكون سيزون اكسبسيونيل لازم ندور كونفيرمي هذا قلت قبل. ديبار نتاع ماهر يخلينا لازم نعوضوه ما حبيناش نعوضو دون لا بريسيبيتاسيون باش نجيبو حد مش مقتنعين به خاطر كي نجيبو حد مش مقتنعين به وحنا عندنا ماتش تاع الماروك لازم نجيبو حد ولا كي نجيب حد واش نلعب به اذا غدوه يعمل فو با لازمك تنحيه هذا ما نحبوش يدم في السي بي. دونك لازم ناخذ وقتنا باش ناخذ انترنر باش حتى كان يعمل فوبال نكونوا مقتنعين به. اوني اون بور بالي مع دي زونترينور اللي يقدروا انهم ينجموا يكونوا في المرحله الجديده نتاع السي بي ويبني ولا يعملناه اونتر تو معناها يافي با ميور سوليسيون كو معناها نو سيسو الزواوي اللي هو معناها باش نقول ولد النادي وكذا معناها يوسف الزواوي السي بي سون دي زيستوار كي سكواز معناها دونك اللي معناها ما قصرش هو ياكسبتي ولو خذينا ركوب ديريكسيون تكنيك بور اسيستي ليكيب سور الماتش تاع المروك حتى دون دو سمان معناها بور نو ما نجمو كان ناخذ وقتنا باش نجيبو اونترينور اونتر تو بور اسيستي لو ستاف تكنيك نتاعنا كي كيما مع ستاف تكنيك اسي جا فهمتني وكذا معناها هشام ولد وكذا ماتش معناها واحد دونك كون سي في دي بار سي يوسف اللي هو خونا الكبير دونك كونتينيو ماتش ودو سي لا فوز اوغي نوفيل انترونور. سي يوسف كان ينتصر ويترشح يقعد معنا ولا لا؟ وعلاش ما يقعدش معنا على طول سي يوسف اول حاجه؟ والله شوف سي يوسف معناها اقترحنا عليه من الاول معناها باش غلو يبقوا احنا كي مش ماهر خممنا في بليزيون انترونور دون لو بخومي نو ايتي معناها سي يوسف معناها ما ينبا بزوان تبقى سي يوسف قال معناها Et ça, on l'a compris. Il se consacre à la direction technique. Il voudrait bien faire la direction technique. Je te pose une question autrement. Je te pose une question autrement. Indépendamment, sur le match, c'est pas ça le souci. Mais ce fil dit que maintenant, il veut s'occuper de la direction technique. Mais il a accepté de nous aider. Il dit que ça nous rend fier. Il dit que ça nous rend fier. من غير حتى شيء حتى واحد مع سي بي ساجون كو سي يوسف قبل معناها الى في ساعه مع الكلوب افريكا مع سا تونيزيا وكذا و اوني اون تران دو فوغ اللي بعد بعد اكثر من عام ونص ترجع تدريب النادي بزرتي عملت عام ونص انت انا ما عندي عملت حسابك عام ونص انا اعتبرت روحي موجود ديما في نادي بنزرتي ديما نتابع في نادي بنزرتي ديما موجود مع الفريق نتاعي رجل المرحله نجم نقولوا سي يوسف لا لا مش راجل مرحم عليه راجل شو يقولوا معنا كل ما الفريق نتاعي في حاجة ليد المساعدة وانا لبيت طلب معنا ما اكثرش هذا ولا اقل ما كثرش عليك سيوسف شنو تبدل ما بين العام ونص اللي كنت وتو في النادي بالذات الافكتيف نحكي لا خلاف الافكتيف فما طموحات تغيرت الفريق خذا معناها درجة احسن بكثير واكبر دليل للفريق معناها النادي راد البنزرت يلعب على البطوله لاخر المقابلات وهذا ما يؤكد الفريق خذا في 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 ثوب اخر وفي انطلاقه جديده اخرى معناها بغير كل البعد على الفريق اللي انا في عام ونص كنا في ترميم وكنا في عطيان الفريق القواعد الصحه نتاعو صحيحه باش ينطلق والحمد لله ما كانتش التضحيات اللي قمنا بها ما مشاتش على الفاضي والحمد لله الفريق هذا توا موجود في اوج العطاء نتاعو. بالنسبه لمباراه الرجاء البيضاوي نعرفوا الرجاء البيضاوي فريق كبير دو كرون كاليبر سي بي شنو كيفاش تحضر المباراه؟ والله المباراه تتحضر كما البرنامج تحط مع عند ماهر كنا نمشي ما تحضر البرنامج هذا وحنا نحاولوا باش نطبقوا البرنامج هذايا والمقابله مقابله خارج ميداننا في
في المغرب مع الرجاء البيضاوي، الرجاء البيضاوي في صحة جيدة، حتى نادي الرجاء البيضاوي في صحة جيدة، لكن مقابلة خارج ميدانه، وكل مقابلة خارج ميدانه معناها يتعامل معها بأكثر حذر وبأكثر معناها ويتعامل معها بأكثر واقعية. كلمة ختام خليها جمهور السيابي، مساجك. مساجي نقول احنا ديما في الزاوية ديما في وضع السيابي، كل ما تحقق السيابي هو موجود بإذن الله.